وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد، فقره سهم وقوس. ودايما بيقولوا كده ان اللي بيزور مصر مره لازم يرجع لها من تاني، فما بالك بقى لو انت اصلا كنت مصري بس يعني عايش طول حياتك بره، كمان لما تشاء الظروف وتنزل مصر عشان تلعب فيها فتلعب لاكبر قلاعه مصر الرياضيه، نادي طبعا الزمالك العريق. طبعا دي حدوته الضيف سهم وقوس النهارده، كابتن رامي غانم لاعب كره السله السابق بنادي الزمالك اللي من ابوين مصريين لكنه اتولد وعايش اغلب حياته في السويد. خلوني ارحب بضيفي وضيفكم النهارده في نهارك ابيض كابتن رامي. يا كابتن رامي منورني. نورني كتير. منورني يا كابتن. يعني بتقدر تتكلم شويه عربي صح؟ شويه كده. شويه، طيب حلو قوي. طيب عايز اسالك بقى، قولي قبل ما يعني ما تيجي مصر وتلعب طبعا لنادي الزمالك، هل كنت قبل كده بتسمع حاجه عن مصر او تعرف حاجه عن الرياضه في مصر هنا او رياضه الباسكت بول بالتحديد؟ I never know anything about basketball. لم أكن أعلم شيئاً عن كرة السلة في مصر، كنت أسمع عن كرة القدم وكنت أسمع عن عظمة فريق الزمالك وفريق الأهلي. كان في أسرتي مشجعي لفريق الزمالك ومشجعي لفريق الأهلي وكانوا يتصارعون كثيراً. طيب قولي، انت باباك مصري من اسوان ومامتك مصريه من القاهره، يعني اول لما عرفوا ان انت هتلعب في نادي الزمالك كان ايه رد فعلهم؟ كانوا سعداء جدا بالفعل، وبصفه خاصه لانهم سمعوا كثيرا عن الزمالي وكانوا يعلمون انني سالعب لنادي كبير. كانوا سعداء، كانوا سعداء لي. طب في الفترة اللي انت نزلت فيها هنا مصر عشان تلعب لنادي الزمالك، حد من اهلك جه عايش معاك هنا، باباك او مامتك؟ كنت اعيش مع خالتي اغلب الوقت، كنت اعيش معها اغلب الوقت وكنا نستمتع بوقت لطيف. طيب انت قبل ما تيجي مصر لما كنت عايش في السويد، عايزه اعرف منك باباك ومامتك في البيت كانوا بيتكلموا معاك هم عربي؟ كانوا حريصين ان هم يكونوا بيعلموكم العادات والتقاليد، يعرفوكم اكتر عن الثقافه المصريه، ولا لا كان البيت سويدي تماما؟ في منزلي كانوا دائما يتحدثون إلي بالعربية ولكني كنت أجيب بالسويدية، لم أكن أعرف كيف أن أجيب بالعربية. كانوا يقولون لي الكثير عن الثقافة المصرية مثل الفول والطعمية والملوخية، لكن كانوا يحدثوني عن كل شيء مصري. كانت بتعمل لكم اكلات مصريه ولا كنت بتسمع بس عن الملوخيه والكشري والاكل ده، ولا كانت مامتك بتعمل لكم اكل من ده؟ كانت امي تقوم بطبخ جميع الاغذيه والاطعمه المصريه وكنت اتناولها. انت اول مره دخلت فيها مصر؟ كنت صغيرا جدا، كان عمري حوالي 10 سنوات، هذا ما أتذكره، وأعتقد قد أكون أصغر من ذلك كثيرا، لكني كنت أمكث لفترات حوالي 3 أسابيع وكنت أعود مرة أخرى إلى السويد ثم أعود في أجازات. يعني كنتوا دايما بتيجوا هنا في الاجازه بتكونوا حريصين ان انتوا تقضوها في مصر. طيب خليني اسالك، ايه اول مكان يعني زرته انت صغير سياحي لمصر ولسه فاكره لحد دلوقتي؟ يعني ايه اول حاجه زرتها؟ رحت الاهرامات، رحت شفت مثلا متحف، ايه اول حاجه فاكرها؟ الأهرام بالطبع وركوب الخيل والجمال، هذه هي أكبر وأفضل ذكريات التي أحملها لمصر، وكنت دائما مع أسرتي وكنت أزور هذه الأماكن وكنا نستكشف مصر مع أسرتي. طيب خليني بقى نروح شوية للباسكتبول، قولي يعني إيه بداية الباسكتبول؟ ليه لعبت، ليه اخترت لعبة الباسكتبول بالتحديد؟ I always
كنت دائما أفعل ما يفعله أخي الأكبر حين كان يلعب كرة سلة، كنت ألعب كرة سلة، كنت أحاول أن أقلده دائما، بدأ في لعب كرة السلة وكنت أتابعه واستمريت في لعب كرة السلة ولا وأصبحت لا أفكر في شيء من كرة السلة. يعني جه زي موضوع الزمالك، يعني مين اللي تواصل معاك عشان تيجي تنضم هنا لنادي الزمالك؟ قولي كلامي عن الموضوع ده اكتر، جه ازاي؟ انا كنت في فريق اوميو، الفريق الذي كنت العب معه، ثم تحدث معي شخص وقال لي يجب ان تلعب في مصر، واتصل بكابتن طارق، ومن هنا حدث التواصل وجئت هنا إلى مصر ولعبت لفريق الزمالك الجميل. طيب قولي كلمني عن ذكرياتك بقى في نادي الزمالك، يعني قولي إيه الذكريات اللي أنت فاكرها هنا لما لعبت الفترة اللي لعبتها في نادي الزمالك؟ كنت أحب مشجعي الزمالك جدا جدا، هم رائعين، وأحب فريقي جدا، وهناك إناس طيبين جدا، المدربين وأعضاء الفريق. الوقت الذي قضيته هنا في الزمالك كان وقت رائع وأحببته كثيرا. طيب احنا دلوقتي شايفين صورك مع بعض، شايفين الصور بتاعتك كنت بتلعب هنا في نادي الزمالك دي. انت كنت مين اكتر حد في الفريق كان قريب منك؟ يعني اكيد كان ليك حد كده كنت انت وهو كنت صحاب، يعني فاكر اللعيبه اللي كنت تلعب معاهم في الوقت ده ولا لا؟ بالفعل اتذكرهم جميعا، كنت قريب من الجميع، لان الجميع هنا ودودين في مصر وكانوا يساعدونني كثيرا، وكنت قريبا من الجميع هنا في الفريق واستمتعت بهم وأتذكرهم جميعا. طيب قولي انت تابعت في الفترة اللي فاتت دي يعني البطولة بقى المصرية، تابعت فوزنا ببطولة افريقيا تحت رعاية الام بي اي، كلمني شايف فوزنا بالبطولة دي كان يعني شفته ازاي؟ تابعتها بالطبع وكنت سعيد جدا عندما فاز الزمالك بهذه البطولة، شعرت وكأنني أنا الذي فزت، أيضا أعضاء فريقي كانوا سعداء جدا بهذا الفوز، كانت هذه المرة الأولى أن يفوز الفريق المصري بجائزة NBA، كنت سعيد للفريق بالطبع. طيب يعني انت حاليا دلوقتي نجم من نجوم نادي فريد هوسات، يعني يا رب اكون نطقتها صح. عايز اعرف بقى منك طبيعه المنافسه ما بين مصر، يعني شكل عامل ازاي في مصر لعب كره الباسكت بول في مصر مختلف عن السويد ولا الموضوع متقارب؟ يمكنني أن أقول أن في مصر هنا، في السويد يمكن أن يكون هناك 4 أو 5 لاعبين يقومون بالسيطرة في الفريق، وهذا يصعد بالمباراة لمستوى آخر، إذن المنافسة تكون أعلى في السويد عنها في مصر. دي فيديوز ليك وانت بتلعب في الفريق السويدي بتاعك. طيب يعني انت حابب ترجع تاني، ممكن اشوفك تاني بتلعب لنادي الزمالك ولا مأجل الموضوع ده؟ ان شاء الله ممكن ارجع نشوفك تاني بتيشيرت نادي الزمالك. وأحب الفريق، لن أغلق الباب أبدا. يعني عايز أقول لك إن جماهير نادي الزمالك لما شافوا امبارح لما أعلننا عن إن أنت هتكون معانا وضيفنا النهارده، يعني الحقيقة إنه في ناس كتير جدا دخلت وكان في تعليقات إيجابية كتير، وفي ناس فاكرينك وكانوا مبسوطين إن هم هيشوفوك النهارده على شاشة قناة نادي الزمالك. فدايما جماهير نادي الزمالك بتحب أي حد بيلعب بتيشيرت النادي بتاعها. أنا أقدر ذلك كثيرا وسعيد به.
طيب قول لي، من يعرف؟ علينا أن نرى. خليني أسألك بقى، طيب عن نسيب بقى الباسكت بول شوية ونروح شوية بقى لفكرة إيه؟ العادات والتقاليد المصرية، إيه أكتر حاجة شايف إن أنت رغم إن أنت اتولدت وعشت في السويد لكن جواك حتة، يعني لسه جواك حتة شرقي كده غصب عنك، يعني موجودة في جيناتك؟ Sorry, I didn't understand it. هقول لك تاني، ايه اكتر حاجه من العادات والتقاليد المصريه بتاعتنا شايف ان هي موجوده فيك رغم ان انت ما عشتش في مصر؟ I would just say following the Islamic way. يمكن ان اقول اتباع التعليم الاسلامي. That's basically it. هذا هو دي الشيء اكتر حاجه الأساسي. شايف ان هي يعني قريبه من شخصيتك. طيب قول لي، انت باباك من اسوان، زرت اسوان ولا لا؟ No, I haven't. I really لم want ازورها really. اريد فعلا ان ازورها. يعني دايما اي حد بيجي مصر هنا او دايما السياح بيبقى يعني بيحبوا ان هم يروحوا يشوفوا الاقصر واسوان، يعني بتبقى لازم رحله كده ايه اساسيه لاي سائح بيجي مصر الحقيقه، فانت لازم الحقيقه تروح تشوف اسوان وتشوف مسقط راس والدك يعني. Of course. بالطبع. Definitely going to. بالطبع اريد طيب ان اقوم قول لي، بتلك الرحله. اتفرجت طيب، كان في من كام يوم كده كان في حدث عالمي الحقيقه، كان اعاده افتتاح طريق الكباش، The Avenue of Sphinx Reopening، والعالم كله اتكلم عن الحقيقه عن الموضوع ده. تابعت الخبر ده وشفته ولا ما اتفرجتش على الاحتفاليه؟ I didn't actually. I didn't. لم أشاهدها، لم طيب أشاهدها. طب كان برضو من فترة كان في الرويال مامي باريد، وأكيد الصحف السودية عندكم نقلت الخبر، ممكن نقل المومياوات الملكية. I don't really read the news. أنا للأسف لا أقرأ الأخبار، لكن والدتي تتابعها وكانت سعيدة بهذا الأمر. طيب قولي، يعني اكيد انت كمصري في عايش في السويد، اكيد الناس لما بتشوف اخبار زي كده وبتشوف يعني الحاجات المشرفه الحقيقه اللي بتحصل في مصر دلوقتي اللي بتمثل الحضاره المصريه، اكيد حد بيجي يتكلم معاك عن فكره ان انت مصري وان دي حاجه عظيمه جدا، اكيد شفت ردود افعال الناس هناك عن اللي بيحصل دلوقتي عندنا هنا في مصر، بيتعاملوا معاك على ان انت ايجيبشن فير ولا بيتعاملوا معاك ازاي؟ يعني هم دايما اي حد في بره بيتعامل كده مع اي مصري بيشوفه الحقيقه. It depends who it is, really. يعتمد الأمر على الشخص الذي يتحدث معي، ولكن الشعب السويدي عندما ينظرون إلى مصر ينظرون إليها باعتبارها دولة غنية ثقافية ولديها أشياء عظيمة مثل الأهرامات، ويركزون بشكل أكبر على تاريخ مصر. طيب يعني خليني اسالك، انت متجوز مظبوط؟ يعني احنا عندنا في مصر دايما هنا بنقول على الزوجة النص الحلو، فقول لي انت النص الحلو بتاعك، احنا عرفنا ان هو سويدي مش مصري، فقول لي انت قابلت زوجتك ازاي؟ Yes, I am. And, نعم. دي صورك مع زوجتك، جميلة جدا الحقيقة يعني. Thank you. No, I met her after I played in Zamalek. لقد قابلتها بعد أن لعبت في الزمالك عندما رجعت إلى فريق أوميو، وهي رائعة، هي تدعمني في كل شيء، ولا أستطيع أن أعيش من غيرها، هي رائعة بالنسبة لي. Did you? ما زارتش مصر قبل كده؟ Or she came here 2 years ago to meet the family, see the country a little bit, but she didn't come here now with me. بس زارت مصر يعني، وديتها طيب الاهرامات، فرجتها على اماكن سياحيه ولا لا؟ Of course, of course. We took her to the pyramid. طبعا ذهبنا الى الاهرامات و ركبت الجمل، وسمحت لها ان تستشعر الثقافه المصريه، وكانت سعيده جدا بهذا الامر وتريد ان تاتي مره اخرى. دي صورتك عند الاهرامات مظبوط، فاكر اليوم ده ولا لا؟ مين اللي كانوا معاك في الصورة كمان؟
Of course, I remember this day. This is my family. هذه أسرتي، هذه أسرتي، أخي الصغير وزوجتي وأخي الأكبر، وذهبنا كلنا إلى مصر وركبنا الجمال وزرنا الأهرامات ودخلنا في الأهرام وكنا نستكشف مصر. طب قولي ايه المكان اللي حابب تزوره هنا في مصر ولسه ما جاتلكش فرصه ان انت تزوره؟ That's definitely Luxor and Aswan. بالتاكيد الاقصر واسوان، مسقط راس، يعني مسقط راس والدك، فاكيد اكيد حابب ان انت تروح تزور المكان هناك. طيب قولي، طب نرجع تاني للكلام عن زوجتك، وقولي هي بتفهم في كره السله ولا هي بعيده عن الاجواء الرياضيه دي؟ No, she understands everything about basketball. هي تفهم كل شيء عن كرة السلة وتفهم الجزء التجاري في اللعبة وكيف يعمل العملاء والأشياء الجيدة والأشياء الغير جيدة، وهي تساعدني كثيرا وتعلمت كل شيء حتى تستطيع مساعدتي. إنها تعمل كموديل ولم تكن تعرف شيئا عن كرة السلة، ولكنها بدأت في تعلم كل شيء، ولكنها ذكية جدا وتهتم بكل شيء، لذا فإنها تتعلم بسرعة جدا. خليني اسالك، طب انت بتعرف بقى حاجه عن المهنه بتاعتها ولا انت ما مالكش دعوه خالص بالشغل بتاعها، مش تفهم فيه حاجه؟ بتشاركها يعني بتدعمها زي ما هي بتدعمك ولا لا؟ طبعا بالطبع، انا اعرف عن وظيفتها وعملها واعلم كيف تعمل واقوم بدعمها بنسبه 100%. طيب خليني طيب اسالك، انت لسه في تواصل مثلا مع حد من لعيبه الزمالك دلوقتي، مثلا بتكلموا بعض في التليفون، عاملين بعض مثلا فولو على السوشيال ميديا ولا لا بعيد شويه عنهم؟ نحن نتابع بعضنا البعض ونتحدث في المناسبات من وقت لآخر ونتابع أدائنا، وإذا ما قام شخص بفعل شيء ناجح نقوم بتهنئة بعضنا البعض. أعتقد أنني إذا لعبت في الزمالك فسأشعر أنني كما كنت موجودا فيه من قبل. يعني عايزاك تقولي على اسم، مين أقرب اسم ليك، يعني مين أقرب واحد ليك، خصوصا أن أنا عارفة أن أنت كنت هنا حضرت ماتش الباسكت الأخير للزمالك، فأنت واضح أن أنت لسه قريب من التيم، فقولي مين أقرب حد ليك في الفريق دلوقتي؟ الزمالك. ليس لدي صديق مفضل، انهم جميع احبهم جميعا، عمر، كيجو، حاتم، كلهم اصدقائي، احبهم جميعا. You are a diplomat. طيب خليني طيب اسالك، انت بتتابع كرة القدم ولا مالكش في كرة القدم؟ عالميا، مش بكلمك على المستوى المحلي. الى حد ما. امبارح طيب اتفرجت على حفل البالون دور ولا لا؟ لم اتابعها، لكني علمت ان ميسي فاز بالجائزه. طيب قولي، طيب محمد صلاح، بتتفرج على محمد صلاح وبتتابعه ولا يعني مالكش؟ يعني انا عارفه ان انت مالكش، واضح ان انت مالكش في الكوره شويه، في كره القدم، بس مفيش حد ما يعرفش محمد صلاح يعني، فقولي انت بتتابع محمد صلاح وشايف ان هو كان يستحق ان هو يعني ما يفوزش بالمركز الاول امبارح ويفوز بالمركز السابع ولا ايه؟ بالطبع أتابعه، إنه جيد جدا وأحبه جدا، وأعتقد أنه يستحق أن يكون الأول، لماذا لا؟ إنه حقق أرقاما قياسية وقام بعمل رائع في هذا الموسم. طيب قولي، طيب يعني بتحلم ان انت تشوف نفسك يعني رافع اسم مصر كده عالميا زي محمد صلاح وتكون معروف في لعبة الباسكت بول زي محمد صلاح، الناس كلها عارفاك؟ بالطبع بالطبع، ولهذا السبب فنحن نلعب من أجل المشجعين.
طيب قولي عندك طيب مشجعين قد ايه في السويد؟ يعني شعب، كلمني عن شعبيتك في السويد، هل انت معروف بشكل كبير هناك؟ في السويد الجميع يعرفني فيما يتعلق بكرة السلة، وفي السويد هناك دائما مشجعين، في هناك عالم لكرة السلة وعالم لكرة القدم، وفي عالم السلة الجميع يعرفني. طيب قولي هناك في السويد أنهي أشهر، يعني عندهم بيهتموا بإيه أكتر لعبة في الألعاب دي؟ بيهتموا بكرة القدم أكتر ولا كرة الباسكت ولا كرة اليد؟ يعني إيه أكتر لعبة هناك ليها شعبية كبيرة في السويد؟ أقول كرة القدم والهوكي، هذه هي أكثر الرياضات شعبية في السويد. كرة القدم والهوكي دول أكتر لعبتين هناك ليهم شعبية. طيب يعني ما ينفعش نتكلم عن كرة القدم ونتكلم عن السويد وما نجيبش سيرة النجم الكبير زلاتان ابراهيموفيتش. يعني ابراهيموفيتش عنده شعبية كبيرة جدا 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 في العالم كله، ومش بس في السويد، لا هو يعني حتى عندنا هنا احنا يعني ليه جماهيرية كبيرة. فقولي انت شايف ايه اللي وصل ابراهيموفيتش للحتة دي ان هو يبقى ليه الجماهيرية الكبيرة دي ويعني وينجح النجاح الساحق ده؟ أقول بالقطع أن الأمر يرجع لعقليته، إنه يتمتع بعقلية رائعة، لديه مهارات جسدية ولديه مهارات عقلية رائعة، وعندما يكون لديك هذين المهارتين تستطيع أن تحقق كل شيء، لذا فهو من أفضل اللاعبين ولا يزال يؤدي بشكل جيد. إن الأمر يعود إلى عقليته الرائعة، هذا هو السبب. أنت شايف إنه زلاتان إبراهيموفيتش هو الرياضي الأفضل في تاريخ السويد؟ بالتأكيد طبعاً. طيب خليني أسألك طيب سريعاً كده، قولي لو أنت ما كنتش تلعب باسكت بول كان إيه اللي ممكن اللعبة التانية اللي كان ممكن تلعبها؟ I would definitely be a film actor. I think so, at least. ممكن تلعب إيه؟ قد أكون. I'll be an actor. قد أكون actor. ممثلاً. قد أكون ممثلاً. Like Will Smith, you know. Like Will Smith. حلو جداً. بتحب أنت الأكشن ولا بتحب إيه؟ It depends, but most of it action. على حسب، لكني أفضل الأكشن. طيب قولي عايزاك توجه رسالة بقى أخيرة كده لجمهور الزمالك، ويعني الجمهور اللي كان بيشجعك وبيدعمك في الفترة اللي انت لعبت فيها، والأكيد بيتمنى ان هو يشوفك مرة تانية في نادي الزمالك. رسالتي هي أنا أقدركم جميعا وأحبكم جميعا وممتن لتشجيعكم، وحتى وأنا ما زلت في السويد أنتم ما زلتم تتابعوني، وإذا ما عدت ورجعت للزمالك هذا سيكون بسببكم أنتم، وأحبكم جميعا. هنشوفك مرة تانية في مصر إمتى؟ يمكن أن يكون ذلك خلال أسبوعان أو عامان، لا أعرف. إن شاء الله نشوفك قريب، وشرفتني ونورتني، كانت حلقة جميلة جدا، وكنت سعيدة بوجودك معايا هنا في قناة الزمالك. إن شاء الله. شكرا رامي غانم. أقدرك. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة، ودايما نهاركم أبيض بخطين حمر.